الإنسان وليد لحظة معينة، تلك اللحظة التي غيرت مجرى حياتنا إلى الأبد. لحظة ظلم، لحظة ضعف، لحظة حيرة، لحظة قهر، وأشدها لحظة صمت. فهنالك من عرقت ذاكرته في تلك اللحظة، لم يستطع نسيانها، وبدأت حياته تمضي ببطء شديد. فتأخرت أمنياته، تأخرت أهدافه، فتأخر كثيرا عن ذاته التي تلاشت تماما منذ تلك اللحظة.